ننتقل إلى موضوع آخر متعلق طبعا بمصر والسودان، فقد ناقش رئيسا وزراء البلدين في اجتماع افتراضي حضره مسؤولون من البلدين تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي. وأعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بأنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن. معنا من الخرطوم مراسل سكاي نيوز عربية خالد عويس، وأيضا ينضم إلينا محمد الزهار من القاهرة. أبدأ معك أولا عويس، خالد عويس من الخرطوم، إمكانية استئناف هذه المفاوضات وهذا المسار المتعلق بواشنطن؟ نعم فضيلة، دعيني أعرج أولا على المسجدات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث أبلغتنا مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن الأخير سيجري مباحثات افتراضية عبر تقنية الفيديو مع رئيس الوزراء الإثيوبي غدا في تمام الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي. هذا الاجتماع ينبغي أن يحضره أيضا إلى جانب حمدوك وأبي أحمد وزيرا خارجية البلدين ووزيرا الري، إضافة إلى مديري المخابرات في البلدين. هذه المصادر نفسها في مكتب رئيس الوزراء السوداني قالت لي سكاي نيوز عربية قبل قليل إن هناك تقدما كبيرا في هذا المسار بعد المباحثات التي أجراها حمدوك بالأمس مع نظيره المصري، وكذلك بعد زيارة قام بها وزير مجلس الوزراء السوداني يرافقه وزير الدولة للخارجية السوداني إلى إثيوبيا قبل أقل من أسبوع. ويبدو أن على طاولة رئيس الوزراء السوداني الآن ملامح ربما لمبادرة هذه المبادرة، وهناك تقدم حسب ما أخبرنا مكتب رئيس الوزراء السوداني. نعم فضيلة، ماذا عن الموقف المصري محمد؟ نعم فضيلة، دعينا نشير إلى أن الموقف المصري حتى الآن لا زال موقفا إلى حد ما متسقا مع الموقف، ليست هناك أي تقديرات إلا للموقف الحالي. قبل عدة أيام أجرى وزير الخارجية المصري اتصالات أو اتصال هاتفيا بوزير الخارجية الإستوني الذي تتولى بلاده مجلس الأمن في هذا الشهر للتأكيد على الرسالة التي سبق وأن أرسلتها مصر إلى مجلس الأمن للتعميم على أعضاء مجلس الأمن لشرح وتلخيص قضية سد النهضة. على ما يبدو أن الحكومة المصرية تعمل في أطر متوازية، هي بالأساس تسعى إلى إيجاد تفاهم أو تفاهمات مع إثيوبيا والسودان تحقق مصالح مشتركة للدول الثلاث دون ضرر أو ضرار، في ذات الوقت تستدعي كافة الأوراق أو تلعب بكافة الأوراق التي يمكن أن تخلق من ورائها ضغط دولي إذا ما لم تستكمل إثيوبيا التزاماتها وفق اتفاق 2015، وهو ما وضح خلال مباحثات الولايات المتحدة الأمريكية أو مسار واشنطن بأن الجانب الإثيوبي تخلى عن المباحثات في اللحظات الأخيرة وربما قبيل التوقيع النهائي، ولا زال على موقفه المعلن حتى الآن، وربما يتأتى خلال الأيام القليلة القادمة كما قال الزميل خالد أي تقدمات في الموقف، ربما يكون تغييرا للموقف المتجمد منذ فترة طويلة حتى اللحظة. شكرا لكما محمد الزهار وخالد عويس، شكرا.